بفكر في إضافة خدمة ليزر هير ريموفال عندي في السنتر. بيهمني حاجتين: درجة الفاعلية القصوى ودرجة الأمان، وبالتأكيد لازم يكون البين أقل شيء ممكن، والسرعة بتهمني كتير. عشان كده كان اختيار ثاندر أنه يكون من ضمن المجموعة الموجودة عندي في السنتر لأسباب كتيرة، أهمها أنه الثاندر فيه خاصية مميزة أنه بيعمل لي ميكس ما بين التو ويفز المشهورين لإزالة الشعر، الألكسندرايت والإندياد، فبالتالي بيأثر على الشعراية بحاجتين في نفس الوقت، يديني فعالية أقوى، أمان أكتر من الحروق والألم. فبالتالي الثاندر كان وقع عليه الاختيار إن هو يكون موجود عندي من ضمن المجموعة، خصوصا لأنه هو مشهور بأنه هو ليزر المشاهير، وهو الحاصل على أحسن جهاز ليزر في العالم من مجموعة الجراحين العالمية. وبكده كان اختيار ثاندر إنه يكون موجود عندي لخدمة إزالة الشعر بالليزر. جهاز الثاندر أثناء الجلسة في ثلاث حاجات بتميزه وبتديني ثقة إن هو هيعمل إفكت مظبوط في إزالة الشعر. أول حاجة إن أنا بختار الميكسينج ما بين الألكسندرايت والياج، بكفر الشعرة السميكة والشعرة الضعيفة، لون الجلد الفاتح، لون الجلد الغامق، الشعرة ريزيستنت اللي بقى لها فترة بتعمل ليزر وبدأت ما تستجبش، كل ده بيضمنهولي الميكسينج ما بين الألكسندرايت والياج. تاني حاجة الاير كولينج بيدي راحة كبيرة للبيشنت وهي بتعمل الجلسة، بيخفف كتير من الألم، بالإضافة إلى إن عندي هاند بيس سكانر بتعمل السبوت الواحدة 6 سنتيمتر باي 6 سنتيمتر، ودي مساحة كبيرة بتخليني أخلص التشست والباك في النو تايم. فدي مميزات كتيرة بتهم السنتر، الدكتور بيشتغل والكاستمر نفسه.